أهلا بكم طلبة الصف الرابع الابتدائي. هنتكلم على النهاردة عن درس جديد في الوحدة الثالثة هو الدرس الرابع وبعنوان حقوق الطفل. إيه هي حقوق الطفل؟ قال لنا كل طفل ليه مجموعة من الحقوق لازم ياخدها كل طفل من الأطفال. أول حاجة إن هو ليه يكون حق في اسم مناسب، يعني لازم يكون له اسم مناسب، ما يكونش مثلا اسم بقى بيشتمل أي اسم يعني حيوان، اي اسم حشرة، اي حاجة تانية، يبقى مجال لان اصحابه او زمايله يتريقوا عليه او يكون مجال للسخرية. يعني يبقى اول حاجة يكون ليه حق في اسم مناسب. تاني حاجة ان لازم أن يكون كل طفل ليه حق في الرعاية الاسرية، يعني لازم أن يكون في رعاية داخل الاسرة، من الاب ليه دور ومن الام، يبقى كل طفل لازم أن يكون ليه حق في الرعاية الاسرية من الاب ومن الام. رقم ثلاثة في الحقوق اللي لازم أن يحصل عليها الطفل هي الرعاية الصحية، يبقى في رعاية أسرية ورعاية صحية. الرعاية الصحية ديت اللي هي العلاج. رقم أربعة التغذية الأساسية، يبقى لازم أن يكون ليه تغذية أساسية، خضار وفاكهة عشان تكون صحته كويسة. حتى احنا كنا بنقول مقولة الجسم السليم في العقل السليم في الجسم السليم، ده لازم حاجة أساسية لكل طفل. رقم خمسة وهي التعليم والترفيه، ان لازم أن كل طفل يحصل على حق في التعليم، يعني لازم أن يتعلم، لازم أن يكون ليه دور كمان في الترفيه، ان هو يترفه، يلعب، يتفسح، يخرج، ده حق في زي ما هو ليه حق في التعليم ليه حق في الترفيه كمان، يبقى يتعلم ويترفه في نفس الوقت. ديت من الحقوق اللي لازم أن يحصل عليها للطفل. رقم ستة وهي المسكن اللائق، يعني لازم أن يكون كل طفل ليه مسكن لائق. يعني ايه مسكن لائق؟ يعني يكون مسكن مناسب، مسكن حلو. رقم سبعة هي الحماية، ان يكون كل طفل ليه حق في الحماية، انه يعيش في بيئة كويسة، يعيش في بيئة هادئة، بعيد عن الحروب وبعيد عن الاضطرابات والكلام ده كله. يبقى حقوق الطفل سبع حقوق، اول حاجة الاسم المناسب، بعد كده الرعاية الأسرية والرعاية الصحية، التغذية الأساسية، التعليم والترفيه، وكمان عندنا اللي هي المسكن اللائق والحماية. بعد كده هنتكلم عن ايه الجهود الدولية لحقوق الطفل، يعني جهود الدولة عشان توفر الحقوق بتاعت الطفل. قال لنا اصدرت الامم المتحدة الحقوقية باسم عنوان او باسم حقوق الطفل دي سنة 1989. يبقى الامم المتحدة عملت اتفاقية اسمها اتفاقية حقوق الطفل، دي كانت سنة 1989 لكل طفل. بتقول ايه بقى؟ ان كل طفل لازم أن يكون ليه حق فيه، اول حاجة الرعاية، تاني حاجة الحماية، تالت حاجة المشاركة. يعني ايه رعاية؟ يعني كل الطفل بيئة مناسبة تساعده على النمو والتطور وتوفر له المسكن والغذاء والتعليم والترفيه. يعني كل طفل ليه حق في الرعاية، كل بيت كويس، البيئة ديت او البيت ده يكون بيساعده على النمو، ان هو يكبر ويتطور، يقدر يطور من نفسه، كمان يوفر له المسكن والغذاء والتعليم والترفيه، لازم توفر له الحاجات دي. ده بالنسبة للرعاية، يبقى كل طفل ليه حق في الايه؟ في الرعاية. ده اللي قالته الجهود الدولية بتاعت الأمم المتحدة اللي أصدرتها الاتفاقية بتاع الأمم المتحدة. كمان ليه يكون حق في الحماية، إن هو يكون في بيئة آمنة، يعني بيئة تكون كويسة، بيئة أمان، قلنا بعيدة عن الحروب. كمان المشاركة، إنه يشارك الطفل في اتخاذ القرارات اللي بتأثر على حياته، ان كل طفل لازم يشارك في القرارات، يعني يقول رأيه في القرار اللي هيأثر على حياته. يعني مثلا هيخش كلية ايه، عايز مثلا يدرس في مكان معين، يبقى ده ليه حق ان هو يشارك في القرارات اللي هتأثر على حياته. تمام، يبقى الجهود الدولية لحقوق الطفل قلنا دي اصدرتها الامم المتحدة في اتفاقية سميناها اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989. قالت ان كل طفل ليه حق في ثلاث حاجات، اول حاجة يكون ليه حق في الرعاية، يكون ليه حق في الحماية، يكون ليه حق في الايه؟ في المشاركة. دول الثلاث حقوق اللي قالتهم الجهود الدولية لحقوق الطفل. بعد كده ان زي ما الجهود الدولية على مستوى دول العالم كلها عملت اتفاقية وقالت ان كل طفل ليه حق في الثلاث حاجات دول اللي هي الرعاية والحماية والمشاركة، كمان في جهود داخل الدولة اللي هي عندنا في مصر بنسميها جهود مصر لحماية حقوق الطفل. يبقى دي داخل الدولة، يبقى في على مستوى دول العالم كلها وفي على مستوى الدولة. قال لنا بالنسبة لداخل مصر قال لنا ثلاث حاجات، دستور مصر، قانون الطفل، خط نجدة الطفل.
قالنا بالنسبة لدستور مصر، قالنا في مادة في الدستور رقم 80 بتقول، في الدستور بتاع 2014 بتقول إن الطفل لازم ليه حق في 4 حاجات: رعاية، تعليم، صحة، ومسكن. يبقى المادة 80 ديت في الدستور بتاع 2014 قالت إن كل طفل ليه حق في إيه؟ في الرعاية، في التعليم، في الصحة، في المسكن. ديت اللي 4 حقوق اللي قال عليهم دستور مصر. طب بالنسبة لقانون الطفل، قال لنا قانون الطفل ده بيقول إن هو بيحمي الطفل من أي نوع من أنواع التمييز. يعني ما ينفعش إن احنا نميز ما بين طفل وطفل، لأ، ده في قانون بيقول إن احنا نحمي أي طفل إن هو يبقى بيتعرض لحاجة اسمها التمييز، يعني إن أنا أفضل واحد عن واحد. يبقى ممنوع موضوع عملية التمييز ما بين الأطفال، أو حد يتريق على حد لسبب يعني حالته أو أي حاجة. كمان خط نجدة الطفل، الدولة عملت خط اسمه خط نجدة الطفل، ده رقمه 16,000، ده عشان نبلغ فيه لو أي طفل من الأطفال اتعرض لأي شكل من أشكال العنف وانتهاك الحقوق. يعني لو الطفل بيتعرض للضرب، للإهانة، مرمي مثلا في الشارع، أي حاجة، يبقى في خط اسمه خط نجدة الطفل، ده 16,000، إن احنا نبلغ فيه أو نتصل بيهم نعرفهم إن في أطفال بتتعرض للعنف أو انتهاك الحقوق. ده الخط نجدة الطفل. يبقى الجهود اللي داخل مصر قلنا 3 حاجات، اللي هو دستور مصر، وعندنا كمان قانون الطفل، وخط نجدة الطفل. ده بالنسبة لداخل الدولة اللي هي مصر. قال لنا بقى في حقوق لذوي الاحتياجات الخاصة، يعني حتى الدولة ما نسيتش ذوي الاحتياجات الخاصة. قالت في المادة 81 في الدستور، بعد المادة اللي فاتت على طول اللي هي كانت 80، في مادة 81 بتقول إن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في 3 حاجات: لازم أن يكون ليه حق في التعليم، لازم أن يكون ليه حق في الرعاية الصحية، كمان توفر له الخدمات اللي بيحتاجها في الأماكن العامة، يعني الحاجات اللي هو بيحتاجها في أي مكان من الأماكن العامة. يبقى ذوي الاحتياجات الخاصة دول الدستور ما نسهمش، عمل لهم مادة 81 في دستور 2014 بيقول ان هو لازم أن يكون له حق في التعليم زيه زي الطفل السوي بالظبط، ان هو ليه حق في التعليم يتعلم زيه زي اي حد وبقدرات خاصة طبعا. تاني حاجة اللي هي الرعاية الصحية، يبقى لازم أن يكون ليه حق في الرعاية الصحية، يحصل على العلاج زيه برضه زي اي طفل عادي. الخدمات اللي بيحتاجها في الاماكن العامة، اي خدمة بيحتاجها بنوفر له اي وسيلة مساعدة في أي مكان، لازم أن تكون الخدمات ديت بتوفر لهم الاحتياجات اللي هم عايزينها في الأماكن العامة. ده بالنسبة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. بتيجي ازاي يقول لك أهمل الدستور ذوي الاحتياجات الخاصة، هنقول له غلط. طب ايه الدليل؟ هنقول له الدليل ان هو في مادة 81 في الدستور بتاع 2014 قال على 3 حاجات، اللي هو التعليم والصحة وتلبية احتياجات. النماذج المشرفة بقى لذوي الاحتياجات الخاصة عندنا نموذجين اتنين، واللي أكتر في كتاب المدرسة اللي هو النموذج بتاع طه حسين. النموذج التاني اللي هو نيرمين محمد راشد ده، بس اللي مركز عليه في كتاب اللي هو طه حسين. قال لنا طه حسين ده يعني عاش حياة صعبة جدا، ان هو فقد بصره وكانت اسرته فقيرة، الا ان طه حسين ده اللي هو اطلق عليه عميد الادب العربي، حصل على يعني كان من ضمن الناس اللي هم عانوا في الطفولة، ولكن حصلوا على اماكن كبيرة جدا واماكن مهمة جدا داخل الدولة، ان هو جاهد ضد الإعاقة ديت وكمل حياته وأصبح عميد الأدب العربي. بعد كده في الآخر هناخد واجبات الطفل. كل طفل مننا زي ما ليه حقوق قلناها في الأول عليه واجبات كمان. إيه الواجبات؟ قال لنا أول حاجة إن هو يذاكر ويعمل الواجب المدرسي. تاني حاجة يساعد أفراد الأسرة في المنزل، مش شرط إن هو لازم يساعدهم، ده احنا بنذاكر وبنعمل واجبنا، كمان لازم نساعد أفراد الأسرة، ما ينفعش أبقى أنا قاعد وهم شغالين وأنا قاعد في البيت. رقم 3 ان احافظ على البيئه اللي بعيش فيها، ان انا اهتم بالبيئه اللي انا عايش فيها وانضفها، ده مش عيب ان انا انضف البيئه. كمان نلتزم بالقواعد والقوانين، ان احنا نبقى ملتزمين بالقواعد والقوانين اللي عندنا داخل الدوله. في مجموعه من القواعد والقوانين لازم نحافظ عليها. يبقى واجبات الطفل 4 حاجات: المذاكره واداء الواجب المنزلي، نساعد افراد الاسره، 3 ان احنا نحافظ على البيئه اللي عايشين فيها، رقم 4 ان احنا نلتزم بالقواعد والقوانين اللي محددها الدولة عندنا. دي واجبات كل طفل عندنا داخل البيئة بتاعته.